الرياضة النهاردة حاجة زي ما قلت لحضراتكم لازم كلنا نضرب لها تعظيم سلام. حكاية أول قافزة مظلات مصرية السيدة فاطمة السيد محسن عمر، هي من بورسعيد، كانت أول سيدة بتقفز بالمظلات في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتم تكريمها من الرئيس جمال عبد الناصر، وكانت ضمن المقاومة الشعبية ببورسعيد، وكانت دائما كمان بتشترك في العرض العسكري أمام الرئيس. الحقيقة الرياضة مش ناس كتير قوي ممكن تقبل عليها، ولكن كل اللي أقبل عليها بالفعل أكد على إن هي واحدة من أمتع الرياضات على الإطلاق. العالم كله عرف فكرة القفز الحر بالمظلات من خلال الجيوش، طبعا دي كانت أول إرهاصات هذه الرياضة من خلال الجيوش المختلفة، وفي مصر السيدة فاطمة السيد كانت هي أول قافزة مظلات تستحق تعظيم سلام. فعلا هي مش مجرد أول سيدة بتمارس الرياضة دي، وهي رياضة قتالية بالأساس زي ما كنا بنقول، لكنها بتعتبر السيدة الأولى اللي احترفت القفز بالمظلات في مصر بشكل عام، وتم تكريمها من الزعيم جمال عبد الناصر بنوت التعبئة سنة 1963. ما فيش حاجه ما نعرفش نعملها يعني، ست المصريه خلي بالك، مفيش حاجة والله العظيم من اعظم السيدات، مش بقول كده، الست المصريه والله بتتحمل وجدعه بشكل انت مش هتلاقيه في حته ثانيه، وبتضطر ان هي تخوض في عقبات وصعوبات يمكن مش كل الستات اللي بقيه الدول ممكن يخوضوا فيها، انا بتفق معاك، وبتنتصر فيها في نهايه الامر. لا ست المصريه ست اي نعم، بس ب100 راجل الحقيقه. انا بقى ما بحبش مصطلح ب100 راجل، يبقى ب75 راجل. هي ست مصر، مش عايزه تشبه، انا مش هقول لك انا، بس ما هو ده ملوش علاقه بالانوثه الطبيعيه، احنا بنتكلم على ملهاش دعوه، ملهاش علاقه. لا الست المصريه جدعه، والجدعانه ملهاش علاقه بجنس البني ادم، هو يا البني ادم جدع يا لا، يعني فاهم، لحد يعني من الزاويه دي عندك حق. شكرا لحضرتك.